في الحديث الأول قال ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. هذا يغفل عن كثير من المصلين، إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام، أما إن كان هو الذي يصلي صلاة نافلة وحده فإنه يسلم مباشرة إذا فرغ من التشهد، لكن إذا كان مأموما فإنه إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام، وربما بقي متململا، ولهذا بعضهم يتنحنح للإمام المرة والثنتين إشعارا له بأنه ينبغي عليه أن يبادر إلى السلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذا من أبرك الأماكن وأفضلها لدعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته بعد هذا السجود وهذا الركوع وهذا الخضوع لله وهذا الجلوس جلوس الوقار بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن يسلم، يستكثر من الدعاء. أحد المصلين مرة يقول لإمام المسجد: يا أخي طولت علينا التشهد، والله قرأت التشهد مرتين. يقول قرأت التشهد مرتين. من قال لك تقرأه مرتين؟ فرصتك تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم وتكثر من الدعاء وتلح على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحرى أوقات الإجابة، لأنك ركعت وسجدت وتذللت بين يدي الله عز وجل ثم جلست هذه الجلسة جلسة الوقار والخضوع بين يدي الله معظما لله مثنيا عليه شاهدا له بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ومصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت الآن في أكمل ما يكون من التهيؤ للدعاء.